منياحة، والنهاردة نبتدي في سفر حجاي أو حجي، يعني هو حجاي يعني النطق الصحيح ليه، ومعناه عيدي يعني العيد بتاعي أو المفعم فرحة المليان بهجة. توبوا وارجعوا، توبوا. طيب هو برضو من الأنبياء الصغار، لأن فترة النبوة بتاعته زي ما هنلاقيها دي بقى من النبوات اللي محددة الزمن، يعني واضح النبوة بدت إمتى واستمرت قد إيه وانتهت إمتى، وهنلاقي فيها أربع رسائل. الرسالة واخدة الإصحاح الأول كله، والثلاث رسائل التانيين أو الثلاث نبوات التانيين أو الثلاث تنبيهات التانية موجودين في الإصحاح التاني. هي كل ده تاني أصغر سفر في العهد القديم كله، سفر عبيديا هو إصحاح واحد، وده من إصحاحين. كان في نفس التوقيت اللي بيقدم فيه حجاي النبوة بتاعته، كان في زكريا وملاخي. احنا عارفين ان ملاخي اخر الانبياء الصغار، وبعد كده وقابله زكريا، ودول بعد كده قعدت فترة طويلة تقريبا 430 سنة او 450 سنة ما فيش نبوات خالص لحد مجيء المسيح، وجي قبله الملاك الذي يهيئ الطريق قدامه اللي هو يوحنا المعمدان. الفترة دي كانت بعد السبي، وكان ساعتها لسه الهيكل منهدم، وبدت النبوة تقريبا سنة 520 قبل الميلاد، الفترة اللي هي مع حجاي كان مع زكريا وملاخي، وكانت برضو في نفس الفترة بيتنبأ عزرا ونحمية. كلمة حجاي زي ما قلت لكم هي عيدي أو فرحتي أو المفعم بهجة أو المليان فرحة، وده كان ابتدى في النبوة بتاعته سنة زي ما قلت لكم 520 ميلاد قبل الميلاد، في السنة الثانية لداريوس ثالث ملوك الفرس. بعد ما رجعوا من السبي حط ذرباب الأساسات بتاعت بناء الهيكل، ولكن ساعتها السامريون اللي موجودين حوالين الهيكل عطلوا العمل، فتوقف العمل لمدة 16 سنة، ولكن بعد كده رجع ابتدوا يعملوا فيه. ولكن بعد ما ابتدوا يعملوا فيه كانت الناس متكاسلة، لكل واحد اهتم ان هو يزين بيته يعمل فيه ديكور في بيته هو، وسابوا بيت ربنا، وعشان كده ربنا قدم لهم هذه او هذا النبوة او التأنيب. هنبتدي ندرسها واحنا بنتكلم هنعرف بقية التفاصيل او الاحداث اللي حصلت في النبوة. في السنة الثانية لداريوس الملك، احنا قلنا ده اللي هو الملك الثالث ملوك الفرس، في الشهر السادس في أول يوم من الشهر، كانت كلمة الرب على يد حجاي النبي إلى زربابل ابن شألتئيل وإلى يهوذا وإلى يهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم قائلا. يبقى في الأول هو حدد الميعاد بتاع النبوة، وحدد النبوة رايحة لمين. أول حاجة لزربابل ده واللي هو الراجع من السبي، لأن اسمه زربابل ده أثناء سبي بابل، ولد أثناء سبي بابل، وهو أول والي عين على يهوذا بعد السبي. داريوس هو ثالث ملوك الفرس زي ما قلت لكم، وده في شهر أيلول أو اللي هو الشهور القمرية اللي كان ماشيين عليها اليهود، كانوا يجتمعوا الناس في أوائل الشهور عشان يقدموا صلوات، وده غالبا الوقت
قدر ان هو يقدم فيه النبوة بتاعته عشان يكون الشعب كل مجتمع. اول حاجة النبوة اتقدمت لزربابل، تاني حاجة ليهوشع ابن يهوصداق، وثالث حاجة للشعب او جموع الشعب. هنخلي بالنا هنا من الاسماء دي، لان يهوشع او يشوع معناه ايه، او يسوع معناه الله يخلص، يهوى يخلص. وهنا النبوة مش عن بناء هيكل عادي، ولكن عن جسد المسيح الخاص. وعشان كده هنلاقي ان مين اللي رايح له النبوة؟ زربابل، لان المسيح اخد شعبه من السبي ورده وملك عليه. يبقى المسيح ملك على شعبه بعد ما ردهم من سبي الخطية. يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. طب اما يستردهم من السبي يصير هو الملك. هو بقى عشان كده زربابل ده يرمز بشخصه لشخص مين؟ المسيح. طب يهوشع حتى باين من اسمه بيرمز برضه لمين؟ طب والمسيح كان كاهن؟ لا، ده مش بس الكاهن، كان رئيس الكهنة الأعظم يهوشع ابن يهوصداق، لأن كمان يهوصداق ده اللي هو ملك البر. أو وعشان كده مسيح ربنا يسوع المسيح أما خلص شعبه من خطاياهم ساد البر على، أو ساد البر في حياة الشعب. وعشان كده المهم في الحتة دي نقول إن حتى معاني الأسماء بتدي معنى، والمعنى مهم جدا لينا. يهوى البر اللي هو يهو صداق، طيب، ويهوشع يعني يسوع يخلص. طيب الحتة دي بقى نخلي بالنا ان ربنا يسوع المسيح اما فدى الشعب من خطاياهم قدر ان هو يبررهم من هذه الخطايا، وبكده اصبح ملك البر وملك السلام الى الابد، وهو اللي بيملك على شعبه. عشان كده احنا واحنا بنصلي دلوقتي كنا بنقول له سود يا يسوع، فايه؟ لان هو ملكنا. وزي ما نشوف احنا واحنا بنستقبله دلوقتي، اما جت الملائكه تستقبله من السماء بتقول المجد لله في الاعالي وعلى الارض الايه، لان هو هيملك، لان مين ملك السلام؟ هو واحد بس، هو رب المجد يسوع. هكذا قال رب الجنود قائلا هذا الشعب قال ان الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. يعني ايه بقى؟ اما خلصوا من موضوع مقاومة السامريين مش بدوا بقى يقوموا عشان يرجعوا يبنوا بيت ربنا اللي اتهزم، اللي هدموه واخدوا الذهب اللي فيه؟ لا، ده هم ايه؟ قال كل واحد اهتم ان هو يبني في بيته. كمان في شهر ايلول او بداية شهر ايلول ده كان بداية الحصاد، فكل واحد اهتم كمان ان هو يجمع الايه؟ الثمر بتاعه، وما اهتموش ان هم يبنوا بيت ربنا. مش بس كده، كمان المشكلة الاكبر ان هو بيقول له هو ده الوقت اللي هنبني فيه بيت ربنا؟ يعني ايه؟ ممكن بيت ربنا يستنى. وعلى فكرة في ناس كتيرة لحد النهاردة يهتموا ان هم يبقى بيتهم اشيك حاجة، ولكن اما يجوا لبيت ربنا يقول ازاي تصرفوا كده كل ده تصرفوه على بيت ربنا؟ في ناس لحد النهاردة بتقف كده قدام تجديد بيت ربنا او نظافة المكان. اذا كان بنهتم ببيتنا احنا قرات، المفروض نهتم ببيت ربنا ايه؟ 24. ليه بقى؟ لان ده بيت الملك العظيم. وعشان كده مهم ان الواحد دايما يبقى فرحان بتجديد بيت ربنا وبنظافة المكان، وان اشيك حاجة تتحط في المكان لانه يليق بالهنا المجد والعظمة والسلطان. هو ربنا مش بيسكن في صنعة الايادي، ولكن من احترامنا ليه ان في المكان اللي بنجتمع معاه فيه وبتتقدم الافخارستية فيه ان هو يليق بيه يكون ايه؟ اعظم مكان. طيب احنا قلنا هنا ان البيت هنا بيرمز لبيت مين؟ لهيكل جسده. البيت مش المقصود بيه البيت اللي مبني بالحجارة، لان انتم هيكل الله وروح الله ايه؟ ساكن فيكم.
فساعات الواحد يقول لا، مش وقته دلوقتي ان انا اقدم توبة، مش وقته دلوقتي ان انا اهتم بخلاص نفسي. احنا لسه عندنا اليومين دول يومين اعياد، وبعدين لبس البتاع، ولسه خارجين من حاجة المدارس. فساعات الواحد يبقى اهتماماته كلها عبارة عن ايه؟ الحاجات الجسدية الوقتية. طيب لكن هنا يقول لك لا، اهو دلوقتي الوقت لم يبلغ لبناء بيت الرب. ودي مشكلة، ان ساعات احنا كتير حاجات كتير تلهينا عن ان احنا نهتم سواء ببيت ربنا اللي هو كنيسته، او ببيت ربنا اللي هو ايه، حياتنا احنا، او قلوبنا احنا اللي المفروض ان احنا ربنا بيكون ساكن فيها. فكانت كلمة الرب على يد حجاي، اما ربنا لقاهم بيقولوا ان مش ده الوقت اللي هنقدر نبني فيه بيت ربنا، فبيقول لهم ايه؟ فكانت كلمة الرب على يد حجاي النبي. كلمة يد، احنا ساعات بنقول كانت كلمة الرب الى فلان او بفم فلان، ولكن هنا كلمة اليد معناها بالايه؟ كلمة فيها قوة. هل الوقت لكم وانتم ان تسكنون في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟ بصوا بقى اللوم بتاع ربنا اما يكون واحد عمال يزين في بيته ويجمل في بيته ويشتري في بيته، وسايب بيت ربنا ايه؟ في حاجات خربانه وحاجات محتاجه تصليح وحاجات محتاجه تجديد، وهو يقول لك لا انا اجدد في بيتي. ما هم الناس تعمل، او مش الوقت، مش ده الوقت اللي هعمل فيه. بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب. كلمة مغشاة هنا كانوا بيبطنوا البيوت بتاعتهم، أو يجلدوا الحوائط والأسقف بالأخشاب الغالية الثمن، وده كانوا بيعملوه في بيوت العظماء والناس الملوك. مش معنى كده أن ربنا مش عايزنا نعمل في بيوتنا، ولكن زي ما نعمل في بيوتنا نهتم كمان بإيه؟ ببيت ربنا. ربنا مش عايز يسكنهم في العراء، لكن عايزهم ان هم يكون اهتمامهم الاول مش بهذا البيت اللي هنسيبه بعد شوية، ولكن بالبيت الابدي اللي ربنا نفسه ساكن فيه ويقصد بيه كمان هو ايه؟ قلبنا. ان ما يبقاش التزيين الخارجي بتاعنا هو المهم، الملابس الخارجية بس هي اللي تهم. لا تكن زينتكن من الزينة الخارجية، من التحلي بالذهب وعمل الضفائر ومش عارف ايه زي ما كان بيقول للسيدات، لكن زينة الروح الايه؟ الوديع لهذه سكنة عمل روح ربنا فينا. المشكلة ان ساعات ان احنا بناخد الكلام او ناخد كلمة ربنا من الخارج، ولكن ربنا عايز ناخدها في ايه؟ في داخل حياتنا. عشان كده بيقول كانت كلمة الرب على يد حجاي النبي قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟ إن ساعات الواحد يسيب حياته الروحية خربانة، ولكن مهتم بصحته الجسدية، ويهتم بمأكولاته الشخصية، ويهتم باللبس اللي هيلبسه، ويهتم طب ما عمال تهتم والمجاملات اللي بيعملها، ويهتم بالناس هتقول عليا إيه، وممكن في الافراح وكده يصرف كتير عشان يبقى رد للناس العزومه. طب وبيت ربنا؟ طب وقلبك انت؟ هل قلبك بتسيبه خربان وخالي وبيجري فيه كل شيطان براحته، ولا انت بتنظف قلبك عشان سكنه ربنا فيه؟ والان فهكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم. يعني افحصوا نفسكم. انا مش هتكلم كتير في الحته دي عشان هنخليها يوم 28 الثلاث الاخير في السنه دي، هناخد الكلمه دي بس، هناخد الايه دي: اجعلوا قلبكم على طرقكم. يعني افحص قلبي، ادور اهتماماتي رايحه فين، ايامي ضايعه في ايه، افكاري بتجري ورا ايه، مشاعري وكل قدراتي اللي ربنا ادهاني، هل انا فعلا بستخدمها لمجد ربنا ولا في حاجه تانية؟ وهيبقى الكلمه بتاعه راس السنه او 28 اخر ثلاث في السنه دي، هنتكلم عن اجعلوا قلبكم على طرقكم. طيب
نتيجة ان هم ما اهتموش ببيت ربنا. احنا عارفين ان بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعبا. طب اما تروح بركة ربنا بقى ومش مهتمين ببيت ربنا، يقول زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا. يعني واحد يبقى عمال يحرت ويدي بزاره كتير ولكن العائد قليل، عشان ما فيش ايه؟ ما فيش بركة. تأكلون وليس للشبع، يبقى الواحد بياكل ولكن ليس للشبع، مش عشان، لكن ما فيش نعمة في الأكل. ده ممكن افتكروا كده في معجزة اسمها إشباع الإيه؟ إزاي؟ يقول لك ده كانوا 5 خبزات و2 سمكتين، ولكن أما ربنا بارك فيهم، يقول لك بارك فإيه؟ يقول لك فأكل الجميع. و يبقى هنا أما بتبقى بركة ربنا موجودة، حتى لو كانت كسرة خبز يبقى معها سلامة ومعها إيه؟ شبع. طيب، تأكلون وليس للشبع، تشربون ولا تروون. ليه بقى؟ لأن حفروا لأنفسهم أبار مشققة لتضبط ماء. طب وبعدين؟ يقول للسامرية كده كل من يشرب من هذا الماء، يبقى معنى كده إن هو بيتكلم على شرب المية العادية؟ لا، بيتكلم على أنت بترتوي بإيه؟ ارتوائك الحقيقي بإيه؟ أكلك اللي أنت بتشبع منه إيه؟ في واحد يبص يقول لك لا ده أنا مهتم ببيت ربنا. طيب، هل اهتمامك ببيت ربنا اهتمام كامل؟ طب وأنت حياتك الشخصية مهتم بيها اهتمام كامل؟ يقول لك أصل ما عنديش وقت. مفيش وقت عشان نبني بيت ربنا، مفيش وقت عشان اهتم بحياتي. طب خلي بالك بقى، لان ساعات كتيرة الموبايل بيفضحنا، يقول لك ده قاعد على الفيس قد كده. وساعات كتيرة البرامج التوك شو والاخبار بتفضحنا. قراية اصحاح من الكتاب المقدس بتاخد 5 دقايق، دراسة اصحاح ممكن تاخد منا ساعة إلا ربع زي ما بنوصل، ولا نص ساعة. فساعات الواحد بتكون أعذاره، يقول لك ما فيش وقت عشان أبني بيت ربنا. طب خلي بالك بقى، لأن في حاجات كتيرة ممكن تكون بتشهد عليك قدام ربنا إن أنت بتاكل بس مش للشبع، وبتشرب ولكن مش للارتواء، لأنك بتطلب لنفسك ما لا يروي. تكتسون ولا تدفئون، يعني ايه بقى؟ حتى الكسوه اللي بتلبسوها مش بتدفيكم. هو جاي النهارده في الكلام في يوم برد يعني. يعني ايه بقى؟ ساعات الواحد بيبقى ستره مش باللبس اللي بيلبسه، ولكن ستره بالنعمه اللي ربنا بيدفيه بيها، بيدفي قلبه بيها. وعشان كده مش الشكل الخارجي ولا الكسوه الخارجيه ولا الاكل اللي بنحطه قدامنا هو سبب شبعنا. عارفين اللي بيشبع القلب من جوه هو مين؟ عمل ربنا. والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منكوب. عارفين لما واحد يقول لك ده جيبه مخروم، يعني ايه؟ يحط فيه الحاجة من هنا، يقول لك الفلوس ما بقاش فيها بركة. طب ما خلي بالك، ليه الفلوس ما بقاش فيها بركة؟ مجايز بركة ربنا اللي هي المفروض تغني مش موجودة. جايز نعمة ربنا بعدت شوية عننا. ممكن نكون شايفين آخرين محتاجين إن هم يلبسوا يتدفقوا أو يلاقوا حاجة حتى يتغطوا بيها، وإحنا بنكون عاملين إيه؟ مش مهتمين. عشان كده الكتاب المقدس يقول لنا يا إخوتي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالإيه؟ العمل والحق. لو أنت شفت أخ محتاج قول لهم اذهب استدفئه، ولا هتدي لهم حاجه عشان يلبسوها او حاجه يتغطوا بيها او مكان يسكنوا فيه. يبقى هنا نخلي بالنا ان اهتمامنا ببعضنا البعض ده اهتمام بجسد المسيح، لان كلنا اعضاء في ايه؟ جسد الواحد. وعشان كده في ناس بتاخذ اجره وياخذ اجره ويجمعها في كيس، ويبقى كيس ايه؟ وده اللي حذرنا منه رب المجد يسوع، اما قال لنا ان لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينكب الركون ويسرقون.
وهنا في حتة كمان بقى، حتى الجيب يكون ايه مسكوب او الكيس مخروم. هكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم. مرة تانية: اصعدوا الى الجبل وائتوا بخشب وابنوا البيت فارضى عليه واتمجد قال الرب. طب ايه موضوع اطلعوا الجبل وهاتوا الخشب؟ تعالوا بقى نبص كده، مين اللي طلع على الجبل وبعدين حطوا الخشبة وبعدين تمجد؟ ها، يبقى هنا بيكلمنا على ايه بقى؟ الصعود دايما في مجهود، يبقى في جهاد. وقال كده: من اراد ان يأتي ورائي يعمل ايه بقى؟ هات الخشب معاك. ليه بقى؟ لان في ناس عايزة تمشي ورا ربنا في وقت الراحة بس. يعني ايه؟ جاله واحد كده ويقول له: اتبعك يا سيد اينما تمضي. لقى في معجزات وفي ايات وفي اشباع جموع وفي ناس ميت يقوم وفي نازفة دم تشفى، فقال الموضوع في مجد كتير. ولقى كمان حتى التلاميذ بيقول: يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، ففرح. قال لك ده ايه بقى الموضوع؟ في ايه؟ في بهجة وفي فرح. قال له: لا، ده للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار، أما ابن الإنسان فليس له أين يد. الله، الموضوع فيه تعب. عشان كده حذرهم وقال لهم: خلوا بالكم، من أراد أن يأتي ورائي يعمل إيه بقى؟ يحمل صليبه، يكفر بذاته، اللي هو الجهاد، الجهاد المستمر، ده أنت طالع جبل، ويحمل صليبه ويتبعني. طيب والنتيجة تبقى ايه؟ يقولك: فأرضى عليه وأتمجد قال الرب. وهنا ربنا امتى ساد وامتى تمجد؟ بعد الصليب والقيامة، ونراه، يقولك نراه عن يمين العظمة في الايه؟ في المجد. يبقى في مجيئه كان في مجد، ويقول كده: المجد لله في الأعالي. طيب أما جالنا على الأرض، طب وما قام بعد الصليب وصعود الجبل الجلجوسة، حصل ايه بقى؟ رجع الى المجد. انتظرتم كثيرا واذ هو قليل. النتيجة بقى ان هم تمنعوا ان هم يبنوا بيت ربنا. شفنا في الاول ان هم بياكلوا ما بيشبعوش، بيلبسوا ما بيتدفوش، يشربوا ما يرتووش، وحتى ما يجمعوا فلوس ما بيلاقوش. يبقى ايه بقى؟ كل حاجة في الأقل. وهنا بيقول: انتظرتم كثيرا وإذ هو قليل. يعني حتى أما بيكونوا بواحد بيشتغل ويقول لك ايه ده، أنا مستني إن شاء الله هيجيني مكافأة كبيرة، أو وبدل ما تجيله مكافأة كبيرة تجيله أقل من اللي هو كان ايه منتظره. ولما أدخلتموه البيت نفخت عليه. لماذا يكون رب الجنود؟ لأجل بيتي الذي هو خراب. يعني بعد ما حصدوا الغلة وجمعوها وحطوها في البيت وفاكرين ان هي كتيرة، اكنه نفخها كده فطارت، فاصبح اللي موجود ايه؟ بدل ما هو كتير هيتكلوا عليه لقوه قليل ومش مكفيهم. وده برضو ربنا بيقول ده بسبب ايه؟ ان انتوا سايبين البيت بتاعي خراب. وانتم راقدون كل انسان الى بيته. كل واحد رجع وارتاح في بيته. طب وبيت ربنا؟ يقول لك سايبينه خراب. لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى، ومنعت الارض غلتها، ودعوت بالحر على الارض وعلى الجبال وعلى الحنطه وعلى المستار وعلى الزيت وعلى ما تنبته الارض وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل اتعاب اليدين. يبقى هنا بدل الحاجة اللي كانت بتفرح الناس ان هم تبقى غلتهم كتيرة، الزيت والمستار والقمح اللي موجود، كل الحاجات دي اصبحت قليلة. طب نخلي بالنا بقى من حتة، ان ساعات ان منع الندى ومنع الامطار ده بيكون بسبب ايه بقى؟ يبقى هنا مين اللي متحكم في صنع القرارات دي؟ ده من ربنا. وعشان كده ان حتى اما يجي الحر ويلفح الزرع فيبوظ الزراعة، يبقى دي ساعتها ده تأديب من مين؟ من ربنا. اما احنا بنقول له
من فضلك يا رب ارفع غضبك عنا، لأن مثلا زي ما شفنا إن ممكن يكون في أوبئة أو مجاعات، وشفنا إن بسبب إن صلوة من إيليا اتقفلت السماء 3 سنين و6 أشهر، لا إدت ندى ولا إيه ولا مطر، وعشان كده حصلت مجاعة كبيرة على الأرض. يبقى ساعات ممكن إن عدم وجود البركة أو تغير الفصول بالشكل ده، أو إن يكون في حر شديد يبوظ الزراعة، أو إن تتمنع الأمطار لفترة فيحصل جفاف في الأرض، يبقى كل ده ممكن يكون بسبب قلة البركة الموجودة، لأن كل واحد مهتم ببيته مش مهتم ببيت ربنا. طب وعلى المستوى الروحي؟ يعني كل واحد مهتم بأنشطته الجسدية ولكن حياته الروحية عامل فيها إيه؟ مش مهتم بيها. وتبقى حياة الإنسان عمال يجري عشان يشتغل، ولكن كل ما يستنى كتير يلاقي اللي رجع له قليل، يجي يجمع الحاجة ويحطها ويحس إن هي مش بنفس القيمة اللي سابها. فاكر في الفترة اللي فاتت ناس كتير جمعت فلوس وعملت ودايع وحطتها في البنوك، ولقوا الفايدة بتاعت البنوك حلوة وكتيرة، وبعدين مرة واحدة الدولار طلع، فحصل ايه لقيمة الفلوس؟ قلت. تجمعونا كتير ويحصل ايه؟ وأكنها بقت قليل. وده اللي بيحصل ساعات بسبب قلة البركة اللي بتحصل. حينئذ سمع زربابل ابن شألتئيل ويهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم وكل بقية الشعب صوت الرب إلههم وكلام حج النبي كما أرسله الرب إلههم، وخاف الشعب أمام وجه الرب. عشان كده أما بيجي صوت ربنا لأي إنسان، ممكن واحد ياخده محمل الجد ويحس إن دي كلمة ربنا ليا، ويبتدي هنا يقول لك وخاف الشعب. كلمة خاف الشعب دي بقى تبص تلاقي ربنا يبص من السماء ويقول طالما الشعب خاف من الكلمة اللي أنا بعتها أنا هتحنن عليهم. ليه بقى؟ لأن في ناس بتسمع كلمة ربنا وتقسي قلبها، زي ما بيقول لهم كده، واليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. في ناس تقسي قلبها، ولكن في ناس تبقى حساسة وتقول لا، ده كلمة ربنا دي ليا النهاردة وأنا لازم تسكن مخافته في قلبي. طب ما تسكن، يقول لك إلى من أنظر؟ إلى المسكين والمرتعد من كلامي. يبقى ربنا يبص للإنسان اللي خاف من كلمته وعايز يجهز نفسه وعايز يرتب حياته عشان تبقى بطريقة مقدسة ترضي ربنا، غير الإنسان اللي أخذ الموضوع بإهمال، يقول طب ما الكلام سمعناه كتير وما حصلش حاجة، طب ما أنا عملت خطايا كتير قبل كده وما فيش لملاك جه لطشني ولا الله. طب وإنت كونك ربنا صابر عليك ومتأني عشان تقدم توبة، ده يخليك ما تخافش من القرارات. ده بيقول لك كده تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. حط كلمة ربنا قدام عينك وتكون مخافة ربنا هي اللي سيدة جوه قلبك عشان يكون ليك مكان حلو في السماء. أما سمع زربابل ويهوشع الكلام وكل بقية الشعب حصلت مخافة في الشعب أمام وجه الرب، فقال حجاي رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلا، أما لقاهم خافوا قال لهم إيه بقى؟ أنا معكم يقول الرب. وده اللي قاله لنا رب المجد يسوع، قال لنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هو معانا. ونبه الرب روح زربابل ابن شألتئيل. هو ده بقى المهم في الموضوع، إن ما بتيجي نعمة ربنا والواحد يسمع كلمة ربنا تلاقي روح ربنا ينبه قلب الإنسان اللي عشان يقوم ويعمل مشيئة ربنا. وروح يهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم وروح كل بقية الشعب فجاءوا وعملوا الشغل في بيت الرب الجنود إلههم. بصوا قد إيه بقى الموضوع حلو. أول ما روح ربنا نبه قلب الإنسان قام عشان إيه؟ يعمل الدور اللي عليه ويشتغل ويقدم من اللي في إيديه لربنا،
مش يكنز الحاجة لنفسه، لا ده رجع وقدم الحاجة لإيه؟ لربنا. وعشان كده قال لهم أنا كمان هكون إيه؟ معاكم. قد إيه محبة ربنا وحنان ربنا علينا حلو جدا، إن لو الواحد سمع لصوت ربنا وتنبه قلبه لعمل روحه القدس في حياتنا، تبص تلاقي دايما ربنا يكون معاك. طب وبعدين؟ وتلاقي بركة ربنا في ايديك. ازاي؟ يقولك ما انت خلي بالك، لو هي بيوت صلاة هتبقى بيوت طهارة وهتبقى بيوت ايه؟ بركة. من غير الصلاة ومن غير الطهارة مفيش ايه؟ مفيش بركة. يبقى لو عايزين نعرف ليه ممكن تكون بركة ربنا قليلة في ايدينا، احيانا الواحد يراجع نفسه، هو فعلا انا باكل الى غير شبع؟ هو فعلا انا بشرب وما برتويش؟ هو فعلا انا ان كنت بقرا كلمة ربنا ما بفهمش؟ اذا كان روح ربنا بينبهني ما بسمعش، يبقى الواحد لازم يراجع ايه؟ نفسه. احنا الكلام ده هناخده بس مفصل شوية، فاجعلوا قلبكم على طرقكم في يوم 28. ولكن الاصحاح الاول ده يهمني ان احنا نكون مركزين فيه، ان عشان نرجع عيدي او فرحتي بربنا لازم انا كمان اكون مهتم ببيت ربنا. وبيت ربنا مش هو بس المكان اللي احنا بنعبد فيه، ولكن بيت ربنا هو قلبي اللي المسيح المفروض يكون ساكن فيه. اذا كنت مش شبعان بربنا ومش فرحان بيه ومش بسلك في حياتي بطريقة مقدسة معاه، هخلي بالي، لان ساعات كتيرة بتكون بسبب ان انا بقول ما فيش وقت لربنا، مش بدي الوقت بكثرة لربنا، وساعات بكسل عن الذهاب لبيت ربنا وممكن اروح في اماكن تانية كتير او اضيع وقتي في حاجات تانية كتير. وعشان كده مهم ان احنا نعود لبناء بيت الرب. هنهتم ببيته اللي هو كنيسة، وهنهتم ببيته بالاكثر اللي هو ايه؟ قلبنا. لان لو نبه روح ربنا قلوبنا وصارت المخافة سكنة فينا، ساعتها نسمع من السماء الصوت اللي يطمننا، ها انا ايه؟ معك. نصلي ونكمل الاصحاح الثاني الاسبوع اللي جاي.